الإعلام الأردني يطلب من المدرب عموتة الصفحة والاعتذار بعد موجة الانتقادات التي طالته خلال الأشهر الماضية. أحد المحللين سيقول: لقد كنا ننتقد عموتة، والآن يجب أن نحمل ورقة وقلم وأن نتعلم من هذا الرجل. وإلى هذا اليوم لا تزال الاحتفالات قائمة على قدم وساق في المملكة الأردنية بسبب الفرحة التي أهداها المدرب المغربي إلى الشعب الأردني الشقيق. ولأن المغاربة يهمهم كثيرا إنجاز المدرب المغربي، فستلاحظون جميعا كيف هب المغاربة من كل حدب وصوب لتشجيع المنتخب الأردني في هذا المشهد. تعليق المغاربة على هذا اللايف المباشر، لنشاهد ماذا قالوا في هذا الاستوديو التحليلي. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه والحديث الموسع عن النشامه والمنتخب الوطني والمشوار الذي بداه منتخبنا الوطني، ووصلنا الى الخطوه الاخيره، وباذن الله اللقب يكون للمنتخب الوطني الاردني. نبدا هذه التغطيه وضيوف هذه التغطيه في الاستوديو. نرحب بالكابتن ولاعب المنتخب الوطني السابق الكابتن ابراهيم الزواهري. كابتن يسعد مساك. مساك ورد، اهلا وسهلا ليث. وايضا الزميل الصحفي الاستاذ يحيى قطشان. مساء الخير ليث لكل الاخوه المشاهدين والكابتن ابراهيم، يا هلا. اهلا وسهلا. اذا باذن الله مشاهدينا الكرام، غدا وفي هذا التوقيت ان تكون الفرحه اردنيه بحصولنا على لقب كأس آسيا، وبإذن الله الأردن بطل آسيا. نشامة وترفع الراسي يا عزويتي ويا عز ناسي، غالي يا وطن غالي. إذا مشاهدينا الكرام، المنتخب الوطني والأردن على موعد مع التاريخ كرويا وعلى الصعيد الآسيوي في هذا الاستحقاق الأهم والاستحقاق الأكبر على مستوى القارة. أبدأ مع ضيوفي في هذه التغطية وهذا الاستوديو، الكابتن إبراهيم الزواهري والأستاذ يحيى قطشات. كابتن إبراهيم، الأعصاب مشدودة، التفكير الآن لكل من يتابع، لكل مواطن أردني، التفكير في مواجهة الغد. طبعا شيء أكيد، يعني أول شيء بداية يعني نبارك إحنا للوطن يعني حكومة وشعبا على هذا الإنجاز اللي تاريخي اللي وصلنا له ليس من فراغ، يعني وصلنا له في جهد وعطاء وعمل، منظومة عمل كبيرة لحتى وصلنا لهي المرحلة. يمكن إذا من وجهة نظر الشخصية يعني هو دون وانكتب في التاريخ الإنجاز هذا، لكن أنا نظرا للمعطيات اللي شفناها والأداء اللي قدموه اللاعبين الأبطال والمجهود اللي عملوه، يمكن إذا بدي أحط عنوان أحكي الإنجاز الذي لن يكتمل إلا في غدا النهائي إن شاء الله في إحراز هذه البطولة. أصبحنا نطالب بالفوز وتحقيق اللقب أستاذ يحيى، لأن أصبح لدينا قناعة بأن منتخبنا هو الأحق بتحقيق اللقب عطفا على الأداء في المواجهات السابقة. شوف للأمانة منذ المباراة الأولى أمام ماليزيا وحتى آخر مباراة لعبها المنتخب أمام المنتخب الكوري كان مميز فنيا. مرات تعرف المنتخب حاجة حظ، بعض المنتخبات بجوز بركلة جزاء يعني الحظ يخدمه بالركلات الترجيحية. للأمانة المستوى الفني اللي قدمه المنتخب النشامة خلال مبارياته يدعو للتفاؤل. اليوم احنا حققنا الانجاز واكبر من الانجاز، لانه احنا بتعرف كنا نقول دورنا ربع النهائي وصلنا نص النهائي، واليوم احنا بالنهائي الحمد لله. النشامه كانوا على الموعد، ولكن انا عندي قناعه تامه فنيا ما شاهدناه من منتخب النشامه. بدعو كل الاردنيين انه يطلبوا النشامه في مباراه الغد باللقب، والحقيقه مؤهلين النشامه فنيا معنويا. الدعم اللي شفناه من الأسرة الهاشمية، اللي شفناه من الحكومة، احنا دائما كنا نطالب الحكومة يا عم ادعموا اتحاد كرة القدم، ادعموا الإنجاز، فرض على الحكومة انها تدعم بمليون دينار. فأنا بعتقد انه منتخب النشام يشكل حالة اليوم صدقا انا بحكي هذا الكلام، وكل الأخوة المستمعين والمشاهدين واثقين، حتى أبنائنا الأطفال الشباب شاباتنا من الجنسين كله خلف المنتخب الوطني. صدقني انه الهم والاهتمام بمباراة الغد طاغي على كل شيء. احنا ظروف يعني اللي بتمر فيها الأمة العربية كنا مقدرينها، ولكن المنتخب شكل حالة إيجابية جدا. فبعتقد انه منتخبنا ان شاء الله على قدر المسؤولية. وانا يعني بوجه لحبايبنا اللاعبة، كنت استمع لاحد لاعبي المنتخب البحريني الحاصل على المركز الرابع في بطولة 2004.
يعني قال الآن كل ما بيقولوا إنجاز بيقولوا المنتخب البحريني حقق إنجاز، ولكن إحنا اللعيبة إنجازنا كان منقوص لأنه ما حققنا اللقب، كنا طموحنا باللقب، وأنا بعتقد نشامة الوطن إن شاء الله بكرة طموحهم راح يكتمل باللقب. نعم إن شاء الله، يعني ما كنا نتوقع هاي اللحظة أنه نطلع بحديث قبل مشهد ختامي منتخبنا طرف في هذا المشهد، والآن نتحدث والأمل والحلم اقترب بأن يعود النشامة وكأس آسيا في العاصمة الأردنية. يعني نعم بشأكيد، يمكن خلينا نحكي نكون واقعيين، يمكن ما قبل البطولة كان أزعم المتفائلين في الشارع الأردني إنه ما كان متصور إنه نصل لهاي المرحلة، يمكن كان الهدف مرسوم على اللي هو الإنجاز اللي إحنا عملناه. نعم. اللي هو دور الثمانية، لكن أزعم المتفائلين ما كان إنه يصل. نعم. ما كان إنه يحلم إنه يوصل لهاي المرحلة، وهاي نظرا للنتائج السلبية اللي كانت ما قبل البطولة. أنا ليش بذكر، أنا ما بحب أرجع في الماضي للنتائج السلبية، لكن إذا بتلاحظ دقيقة يمكن هاي النقطة المفصلية اللي كانت وظهر وخلت المنتخب واللاعبين الأبطال يطلعوا في الصورة، كانت النتائج والشارع الأردني وكان النقد. يعني يمكن أنا يمكن شعرت في هاي المرحلة، وأنا بحكي لك يمكن حسيت كلاعب إنه اللاعب الأردني بيختلف عن أي مدرسة ثانية، يعني إنه تحت الضغط بيطلع المعدن الصح، بيطلع الأصيب، بيعطي فوق طاقته 100%. زي ما تحكي الآن اختلف الطموح، زادت نسبة التفاؤل، وهذا مش اجينا احنا حكينا، هذا اللعيبه قدموه. يعني اللعيبه اذا بتشاهد الروح اللي فيهم والحاله الذهنيه، اللي هاي اكثر ميزه كانت عند المنتخب انه حالتهم الذهنيه كانت متواجده وبكثره، وهي خلت انه يطلعوا في هاي الصوره، وزادت نسبه التفاؤل لدى الشارع الاردني. يعني زي ما تعرف انت هسه اللاعبين قاعدين بيحلموا، واحنا خلونا نحلم معهم برضو. صحيح. كمان واحنا طامحين، وهذا حق مشروع لنا، لا مش ناحية عاطفية، لكن حق مشروع. إذا بتلاحظ كأرقام ومن دور المجموعات والتسلسل اللي مشى فيه المنتخب والنتائج والأسلوب وطريقة اللعب اللي ظهر فيها، يمكن من المرشحين إنه هسه يكون في نسبة قليلة عن المنتخب القادم إن شاء الله يا رب. رصدنا لكم مشاهدينا الكرام توقعات الجماهير الأردنية في العاصمة عمان لمواجهة الغد بين المنتخب الوطني الأردني والمنتخب القطري. تفوز قطر ولا تفوز الأردن؟ الأردن. الأردن؟ آه. تحبوا منتخب النشامة؟ آه. وهو بيحبكوا كمان؟ والله إن شاء الله النصر حليف منتخبنا الوطني إن شاء الله. يعني أهم إشي إحنا عندنا النهائي عربي، بس بإذن الله الفوز 2-1 للأردن. إحنا في 2011 في قطر في الدورة العربية أنا كنت موفد إعلامي، وكان منتخبنا جيد، وصل المباراة النهائية أمام البحرين وكان مميز طوال المباراة. خطأ دفاعي واحد كلفنا أنه نخسر لقب البطولة. إحنا ما شاهدناه من المنتخب حتى الآن يدعو للتفاؤل. فنيا فريقنا جيد في كل المراكز حتى مع الغيابات. لاحظ إحنا صار عندنا غيابات مؤثرة، يعني غاب نزار رشدان في مباراة صعبة. صحيح. تم تعويضه. غاب علي علوان وسالم العجلين وتم تعويضهم. اليوم بعتقد أنه إحنا قادرين انه نحقق المطلوب، ولكن هاي مباراه اولا احترام الخصم. والكابتن حسين عموته في مباراه اليوم اشاد بقدرات المنتخب القطري. المنتخب القطري قدم ايضا مباريات جيده. انا باعتقاد المنتخب الايراني كان من افضل المنتخبات اللي شاهدناها. نعم. كنا نقول احنا في بدايه البطوله عده منتخبات مرشحه اللي هي اليابان، كوريا، السعوديه وإيران، لكن للأمان المنتخب الإيراني كان قوي جدا وقدم معظم مبارياته مستوى عالي، حتى أمام من قطر كان مميز. فأنا بعتقد أنت يجب أن يكون التحضير النفسي عالي جدا، لكن أنا لا ثقة تماما ما يعني منتخبنا فنيا وبدنيا جاهز ونفسيا جاهز. اليوم المنتخب حقق المطلوب منه، وشفنا احنا اراء الشارع الرياضي الاردني. نستغرب انه بجوز كره القدم، يعني بجوز في ناس مش مهتم، ولكن اليوم تسال اي واحد من اخوان المواطنين المنتخب الوطني بيجاوبك من اسماء اللاعبين، من مجموعتنا اللي لعبنا فيها، من النتائج. نعم. كابتن ابراهيم، فبعتقد اليوم اللاعبين عملوا حاله في المجتمع الاردني. لذلك انا بعتقد الكابتن حسين عموته، حسين عموته يعني احنا زي ما حكى الكابتن ابراهيم، واسمح لي يعني مرور يعني. انه لما كان في نقد للمنتخب وليس لحسين عموته، للمنتخب الوطني، لانه النتائج انت لما تلعب 7 مباريات وما تحقق المطلوب منك، وخاصه كان في مباراتين في التصفيات المشتركه. صحيح. اذا من حقك انت كاعلامي. صحيح. او جمهور انك تكون قلق اليوم. صحيح. حتى قبل مش اول مباراه
الأخوة الإعلاميين اللي كانوا موجودين في قطر كانوا مرشحين منتخبنا أنه يمكن في دور 16 يكون أول المغادرين، لكن فنيا إحنا غيرنا الصورة. اليوم زي ما حكيت لك إحنا منذ المباراة الأولى أمام ماليزيا، ثم المباراة كوريا استثني مباراة البحرين لأنه الحسابات، ثم مباراة العراق، طاجكستان، وأخيرا كوريا، عطت دافع أنه إحنا بنلعب كرة قدم. صحيح. كابتن إبراهيم نجم وكابتن المنتخب وأدرى مني بهالأمور، أنت اليوم ما الحظ ما بساعدك، أنت اللي لعيبتك اللي في أرض الملعب هم اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق النتيجة. واسمح لي اليوم كنت أسمع قبل القليل تصريح لنجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، قال يعني كانوا سألوه يعني على المباراة النهائية، عاد إلى المباراتين نصف النهائي، قال المنتخب الكوري مميز لكن المنتخب الأردني تفوق عليه في كل شيء، وشاد بإمكانيات المنتخب الأردني، وقال إنه المنتخب القطري مميز واستطاع الفوز على المنتخب الإيراني، لكن أنا بعتقد إنه إمكانيات اللاعبين الأردنيين أفضل إمكانيات، لكن في الأداء الجماعي هاي مسؤولية الجهاز الفني. فأنا بعتقد إنه مع كل احترام راح نعود للمنتخب القطري، لكن فديا أنا مطمئن يوم. سواء في الحالة الدفاعية أو الحالة الهجومية، وإحنا يعني يسجل، إحنا تعودنا دائما إنه في جس نبط في اللعب، إنه مرات بتعتمد إنه تسكر مناطق وتعتمد على الهجمة المرتدة. إحنا في مباراة كوريا الصعبة في نصف النهائي هاجمنا من الدقيقة الأولى، هل هذا يجوز؟ نعم، يعني يجوز في الدقيقة الخامسة كان ممكن إحنا نفتح التسجيل. طب ممكن كابتن إبراهيم غدا يبدأ سيناريو المواجهة بهذا الأسلوب أن نهاجم منذ الدقائق الأولى، أم تختلف هذه المواجهة بمعطياتها بحساباتها الفنية؟ أكيد يعني هي أنت لكل فريق، يعني شفنا يعني زي ما تحكي الأوراق مكشوفة لدى الجميع، يعني احنا واصلين نهائي. هاي المباراة يعني المباراة النهائي اللي تلعب النهائيات هي يمكن تلعب زي ما تفضلت على جزئيات بسيطة ما قبل المباراة، التحضير النفسي اللي تكلم فيه أبو أوس، الضغط بعيدا عن الضغط، تحاول انه انت تتواصل مع اللاعبين. يعني لحسين عموتة اتوقع يعني بصراحة يعني يمكن خليني اكمل انه النقد هو جزء أساسي في عمل أي مدرب يعني. صحيح. لكن بصراحة يمكن الشارع الأردني كان منتقد لحسين عموتة، لكن صحيح. الآن يمكن أقولها أنا بكل فخر واعتزاز، كنا في الأمس ننتقد لحسين عموتة، الآن نطلع ورقة وقلم سواء لاعبين سابقين مدربين حاليين ورقة وقلم ونتعلم من هذا الرجل بصراحة. صحيح. لأنه اللي شفناه يمكن خلينا إذا تعمقنا في, 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 في التكتيك، يعني زي ما حكيت أنه قعد فترة شوي عبين ما وصل للتوليفة اللي هو بده إياه اللي هو بيدورها. أنت بتعرف يمكن المدربين إله ستايله إله المدرسة الخاصة فيه، بيجعل الفريق بحاول إنه هو يطبق المدرسة اللي هو فيها. صحيح. لكن اليوم إحنا إذا شاهدنا السلسلة اللي كان بلش فيها عموتة مع المنتخب الوطني الأردني، بلش في طريقة 4-3-3، لكن إذا لاحظت قلب اول في اول مباراه في المحفل الاسيوي انتقل لطريق 3-4-3، وهي مش سهله في عالم كره القدم، خاص نص للاعبين، يعني انت اي طريقه بدك وقت لحتى ايش اللاعبين يستوعبوها. لكن الحاله الذهنيه زي ما قلت لك خلتها تطبق، لانه المدرب في عمل، في معلومه، في تطبيق. اللاعبين إذا وصلتهم هاي الصورة من المدرب وصلتهم، وشفنا هذا اللي صار، يعني عمل جهد بصراحة من الحسين عموتة. خليني أحكي يعني أنت اللي بتحكي فيه، إذا نتعمق في التكتيك طريقة 3-4-3 بتعتمد، إذا رسمنا يعني على الرسم البياني وحطينا كرادورات بتلاقي الزيادة العددية، لأن يعني بتلاقي 3 لاعبين على 2 من لاعبين الخصم. المباراة غدا بصراحة يعني أنا يمكن حطيت حالي في أني مدرب الخصم للمنتخب الأردني، بصراحة أنا محتار كيف إني أقابل المنتخب الأردني، كيف إنه متى مش عارف متى إنه البلوك تاعه يدافعوا من الزون من الثلث الهجومي الأول من الثلث الدفاعي. يعني بصراحة بطلت التحولات اللي بيعملها المنتخب الأردني اللي هي بتلاحظ إذا لاحظت على إحصائيات، ويمكن هاي مجلد كامل إذا بدنا نحكي فيها بدنا نحكي فيها يعني حلقات، إنه مادة دسمة بصراحة اللي عمله المنتخب الأردني لحسين عموتة واللي عمله المنتخب الأردني بصراحة يدرس في أكبر المدارس الكروية. إذا لاحظنا التحولات من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، وهاي الخطة تعتمد خطة مرنة تتحاول من الدفاع للهجوم. إذا لاحظنا أهداف مباراة كوريا انقطعت الكرة 5 ثواني كان الهدف جاي، وأيضا كان موسى التعمري نفس الشيء 5 ثواني والهدف جاي. المباراة القادمة يعني إذا بدنا نحلل للمنتخب القطري
المنتخب القطري إذا لاحظنا مباراة إيران الشوط الثاني، الشوط الأول بلش 4-3-3، الشوط الثاني بدخل بطريقة المنتخب الأردني اللي لعبها، وهذا ما يدل أنه تحضير، أنه بده يلعب في نفس الأسلوب ونفس الطريقة في المباراة النهائية. نعم يا رب إن شاء الله، يعني التفكير في هذه الجزئيات يخلي الواحد يشعر بالتوتر قبل هذه المواجهة أستاذ يحيى. صحيح والله، يشوف أكيد يعني إحنا هاي الأمور الفنية دائما وأبدا بتحطك شوية قلق، لكن أنا مطمئن مطمئن لإمكانيات اللاعبين. إحنا إذا لاحظنا لاعبي الدوري صراحة، لاعبي المنتخب أيام يعني قبل ما يلتحقوا بالمنتخب مع فرقهم، بنشوف تطور كبير على مستوى اللاعبين. يعني بنشوف لاعب زي نزار رشدان، هناك تطور كبير أكيد في أدائه. الروابدة الآن، المدافعين الثلاثة كانوا مميزين، يعني سالم العجلين كنا نقول والله مرات أنه اختيار قد يكون صعب ويحمل الجهاز الفني بعض التساؤلات، لكن بجزء أنا كنت معك في إحدى تحليلات مباريات الدوري وأنت شدت فيه، يعني صراحة قلت أنه في نقد كبير لسالم، لكن سالم أثبت موجوديته في البطولة الحالية. سالم كان من أميز اللاعبين، يزن العرب، عبد الله نصيف، أقول يعني أبو حشيش في المباراة الأخيرة كان مميز جدا. فأنا بعتقد حتى اليوم محمود مرضي مع تغيير مركزه شفناه في أفضل صورة. إذا بدنا نقول أداء فردي مميز، احنا حتى إذا عدنا إلى تشكيلات الاتحاد الآسيوي بعد كل جولة بنشوف اللاعب الأردني موجود في كل أغلبية. نعم في القواعد اليوم احنا بنقول حتى في التشكيل الأخير اللي هي نصف النهائي 4 لاعبين أردنيين كانوا، هذا بدل أنه اللاعب الأردني اليوم لعلمك اللاعبين سواء كان الحارس أو هداف البطولة أو أحسن لاعب في البطولة، اللاعبين الأردنيين مرشحين وبقوة. اليوم حتى البحث في مجال اللاعبين المرشحين للاحتراف في الدوريات المتقدمة، عندنا 5-6 لاعبين مرشحين يكونوا موجودين كابتن إبراهيم طبعا في الاحتراف القادم. فأنا بعتقد حققنا عدة إيجابيات يجب البناء عليها. نحن إن شاء الله اليوم كنا فرح وإن شاء الله بكرة مع اللقب، لكن أكيد المنتخب راح تكون هناك بناء على ما حققه المنتخب. نرجع لأجواء الفرح ونتذكر أجواء الفرح اللي ما بنمل من شوفة شعبنا الأردني هو فرحان، ونروح للكرك ونشوف كيف كانت احتفالاتها بعد الفوز والاحتفالات لليوم، وإن شاء الله يوم الغد تستمر الاحتفالات ولأيام ولأيام بفوز منتخبنا باللقب بإذن الله. هاشمية لجلال السيد الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه، الداعم الأول للرياضة في الأردن، ولسيدنا ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله اللي متواجد مع النشامة، ولسيدي سمو الأمير علي، ولجلالة الملك رانيا، وللقيادة الهاشمية، ولشعب الأردن العظيم ألف ألف مبروك. هذا التأهل التاريخي والإنجاز التاريخي للكرة الأردنية، شعور فخر وشعور فرح وشعور لا يوصف والله. وبنبارك لجلالة الملك هذا الإنجاز وهذا الفوز التاريخي، والأردن أصبحت كل الفرق تحسب له حساب، وراح النجوم راح الأندية العالمية تقدم عروض الأندية الأردن للاعبين الأردنيين، وألف ألف مبروك لكل العرب لكل الأردن. طبعا هذه وطنية فرحة على مستوى الوطن، يعني هذا الإنجاز اللي يعني الشباب قدموه اليوم حقيقة هو عبارة عن يعني خلينا نقول انعكاس للكرة الأردنية اللي بنتمنى الآن، وأنا متأكد أنه راح يكون في من هنا ورايح إن شاء الله تعالى يعني لفتة كبيرة جدا للملاعب الأردنية، لأنه في عندها الحمد لله تعالى طاقات تستطيع الوصول لأبعد ما يكون. هذا واجبنا، احنا دائما موجودين، وهذه توجيهات معالي وزير الشباب وعطوفة الأمين العام بعمل شاشة للمجتمع المحلي، وللأمان إخواننا في الأندية والهيئات الشبابية والمجتمع المحلي حضرونا اليوم، وكانت يعني لهم دور في هذه الفرحة اللي لا توصف للأمان. شكرا
يوم الغد بإذن الله لشعبنا الأردني العظيم، وجماهير الكرة الأردنية ستقف خلف المنتخب وتشجع وتؤازر المنتخب من المنازل والمقاهي ومن التجمعات اللي أعلنت عنها وزارة الشباب. وأيضا في العاصمة القطرية الدوحة الأعداد كبيرة، لم يتسنى للعدد الأكبر بأن يحصل على تذكرة لمؤازرة المنتخب وللاستمتاع بأداء منتخبنا من أرض الملعب. لكن بنقول كل يوم يعني الاتحاد من خلال تصريحاته عبر القناة الرياضية يحاول ويعمل على أنه يحصل عدد من التذاكر للجماهير الأردنية، والجماهير حاولت كثيرا. هي مشكلة كبيرة، وكنا حابين نشوف جمهورنا الأردني بزي المدرجات استاد لوسيل يوم الغد، تخلي المعنويات عالية. ثقتنا باللاعبين 11 لاعب عن 11 مليون أردني بإذن الله بكرة في الملعب وفي درب لوسيل وبسوق واقف، انتظروا كأس آسيا إن شاء الله. احتفالاتنا بتبدأ من العاصمة القطرية الدوحة بإذن الله، والأردن بطل آسيا. أشكركم على المشاهدة، وحبدا لو تشجعونا بلايك واشتراك في القناة تشجيعا لنا على تقديم المزيد. شكرا لكم مرة أخرى.